اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. الميساج اللي جاني اليوم هو كيبان ليا ما ندوش الامتحان الشفوي. عندوي على هذا الموضوع نقول لك الراي ديالي الشخصي في هذه الجمله اخي، دونك تلاقى مولاي. وقبل ما نبدا هذا الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه الماده ديال الاجتماعيات وتولي ساهله ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصه في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم الماده كامله. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. بالنسبه للفروض، ما تخلى على حتى شي فرض كيما بغى يكون، واخا يكون ديال الرياضه. في هذا البلان هذا غندوي لك على واحد القصه اللي كانت وقعت وانا حضرت لها، ديال واحد الدري كان كيقرا معايا وكان ما باغيش في الاخر العام يدوز الفروض، يعني شي فروض ما باغيش يدوزهم بحال ديال الفلسفه وبحال ديال الرياضه، ولكن في الاخر قلت ليه بلي يدوز ديال الرياضه. المهم جات بصدفه وقنعته ومشينا دوزنا، وفي الـ في الـ في النتيجه الاخرى وعيط عليا في التليفون وقال لي بسببك نجحت اخويا. انا ما عرفتوش علاش كان كيهضر ديك الوقيته، ولكن من بعد عاد ديطايا ليا باللي داك الفرد ديال الرياضه اللي كان ما غاديش يدوزو بسببه جاب 10.01. اللي تلاقينا هضرنا في هذا الشيء بزاف، وكان جاب تقريبا 14 في داك الفرد، وبسبب ديك 4 النقاط ولا ما عرفت شحال باش تقاد لي الحساب في النتيجه وجاب ديك 10.01. فمن تما وانا واخد هاد العبادي ديال ما تزقلت حتى شي حاجه، وانا عاود ننصح اي واحد في هاد لاشين هادي عندك تمشي تخلى على شي فرد يكون تيجي في بالك صغير ولا شي حاجه، الماكسيموم اللي لقيتي تزيد فيه النقاط زيدو، سواء يكون الرياضه سواء يكون امتحان شفوي سواء يكون شي عرض سواء يكون اللي كان. دونك هذه بالنسبه للرغبه ديال الناس اللي راغبين انهم ينجحوا في اي مستوى كما كان. فهذا هو اللي بغيت نقول لك اخويا من هذا الميساج، وكمل الفروض كاملين وكاملين دوزهم كما بغاو يكونوا. هذا هو اللي كاين، والى اللقاء، نتلاقاو في الفيديو الجاي. اللي مازال ما فولويني في الانستغرام، الى اللقاء.